السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الفيديو الخامس من المدن الذكية، وهنتكلم النهاردة على التوأم الرقمي أو الديجيتال توينز. الآن في فضل التكنولوجيا يوجد لدينا التوأم الرقمي، فيمكن صنع شخص مماثل لك على الحاسوب، وده اللي بيعمله السوشيال ميديا زي الفيسبوك. بيعمل شخص كده ليك، بيدرس كل خطوة ليك، وبيعطيك النتائج المستقبلية اللي ممكن تكون مفيدة ليك، أو تمثيل افتراضي ديناميكي للمبنى أو للمدينة أو أصل مادي، يمكن للشركات من خلاله فهم أداء أصولها بشكل أفضل، وإجراء تنبؤات وإيجاد شركات جديدة تمكن الدخول من تغيير وظيفتها في السوق، فهو تطور لنموذج البيم. تاريخيا، عام 1991 اقترح عالم الكمبيوتر جيلر تنر فكرة الميرور وورلد، نماذج تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر في المناطق الحضرية، حيث تظهر المدينة بأكملها على الشاشة في صورة واحدة كثيفة ومباشرة ونابضة ومليئة بالحركة والمتغيرة. تستمد قيمة الميرور وورلد اللي أصبح بعد كده اسمها ديجيتال توينز من قدرتهم على توفير وجهات نظر شاملة أو رؤية أعلى للمجموعة الحضرية الأوسع، مع تمكين المستخدم أيضا من الغوص بشكل أعمق في البيانات مع الاحتفاظ بسياقه المكاني. التوأم الرقمي ليس مفهوما جديدا، فالدكتور جرافس من جامعة ميشيغان كتب مشهور حول هذا الموضوع في 2002. تعمل وكالة ناسا من سنوات على النماذج الرقمية المعقدة التي تشكل نسخة طبق الأصل من الواقع، وعندما ضربت الكارثة أبولو 13 اللي اتعمل عنها فيلم، استخدمت وكالة ناسا أنظمة النسخ المطابقة اللي هي قبل التوأم الرقمي لحفظ مهمة أبولو 13. وفي الوقت الحالي استخدم وكالة ناسا التوأم الرقمية لتطوير توصيات جديدة وخرائط مسارات والجيل التالي من المركبات الفضائية. مثال، يوفر فيلو من CACA هذا النوع من الاستبصار من خلال دمج خريطة مخصصة ونظام التضاريس مع نماذج ثلاثية الأبعاد مفصلة للمباني التي يمكن تقديمها ديناميكيا من قاعدة بيانات مخصصة بالشكل دوت. يعمل التوأم الرقمي كجسر بين العالمين المادي والرقمي باستخدام أجهزة استشعار لجمع بيانات في الوقت الفعلي حول عنصر مادي، ثم يتم استخدام هذه البيانات لإنشاء نسخة مكررة من العنصر مما يتيح فهمه أو معالجته أو تحسينه. ديجيتال توين بصفته نسخة طبق الأصل للبيئة المادية، يمكن استخدام التوأم الرقمي بطرق متقدمة لأتمتة الأنظمة وتحسينها وتوصيلها، ناهيك عن تمكين الناس في البيئة المضمنة. وبعبارة أخرى، التوائم الرقمية هي شريان الحياة الجديدة للمباني الذكية في المستقبل. توفر نموذج معلومات البناء منصة مهمة لهذه الثورة البيئية المبنية لكل بنية فيزيائية. يتم إنشاء التوأم الرقمي ديجيتال توينز عندما يتقاطع هذا النموذج الافتراضي مع التخصصات الأخرى مثل تحليلات البيانات، وتتكاثر إمكانيات جديدة للابتكار. وفضل انخفاض أسعار التكنولوجيا على شكل أجهزة استشعار منخفضة التكلفة وأجهزة متنقلة بأسعار معقولة، فإن وتيرة الابتكار تتسارع. وفقا لتقرير كارتنر الأخير، فإن اتجاه التوأم الرقمي يقترب من ذروة التوقع. في غضون 5 إلى 10 سنوات من المتوقع أن نصل الاتجاه إلى هضبة الإنتاجية شكل 3. التوائم الرقمية ديجيتال توينز هي تمثيلات رقمية لأجسام العالم الحقيقي، ومبنية على مفهوم أن نماذج الأصول الافتراضية تتعايش وترتبط بأصول حقيقية. بعض الشركات تستخدم بالفعل التوائم الرقمية، فتساعد على التحقق من أصول العالم الحقيقي والتنبؤ بالنتائج المختلفة بناء على البيانات المتغيرة، ما يؤدي إلى تحقيق وفرات في الصيانة. يجب على المزيد من الشركات إظهار الاهتمام والاستثمار في هذه التقنية. تقرير جارتنر أعلى 10 اتجاهات تقنية الاستراتيجية لعام 2019 يتنبأ بحلول عام 2020 نتوقع أن سيكون هناك أكثر من 20 مليار جهاز استشعار ونقطة نهاية متصلة، وستوفر التوائم الرقمية للملايين من الأشياء المحتملة، واستشمل فوائد تحسين الأصول والتميز التنافسي وتحسين تجربة المستخدم في جميع الصناعات. تقريبا بحلول عام 2021 الكثير من الشركات الصناعية الكبيرة ستستخدم التوائم الرقمية، مما سيؤدي إلى حصول تلك المنظمات على تحسن بنسبة 10% من الفعالية. تتوقع شركة جارتنر أنه بحلول 2021 تم استخدام نصف الشركات الصناعية الكبيرة ديجيتال توينز لتحسين نتائج البحث والتطوير، وهذا يسمح بتحقيق ضربة فعالة بنسبة 10% في قطاع العقارات. سوف يساعدك التوائم الرقمية قريبا في الهندسة المعمارية والبناء. في النهاية، أضاف التوائم الرقمية قيمة لكامل دورة حياة العقارات،
افترض أن شركة ديجيتال توينز العقارية ستستخدم أيضا السنوات ال5 ل10 القادمة لتحسين أصول إدارة أصول العقار ومرونتها ومسوقاتها وكفاءتها. التوائم الرقمية التي تتمتع بدورات حياة طويلة مثل المباني والطائرات والسفن والمصانع والشاحنات والآلات الصناعية، حيث تمتد دورات حياة هذه التوائم إلى ما أبعد من طول عمر برمجات التصميم المسجلة، والتي تم على الأرجح استخدامها في إنشاء هذه التوائم ووسائل تخزين البيانات. يمكن للتطورات التكنولوجية المساهمة في مستقبل العقارات والمجتمع ونوعية الحياة. يملك القطاع العقاري الهولندي القدرة على اتخاذ قفزة ليصبح بيئة معيشية متقدمية دولية واحدة من لبنات البناء. لجعل هذه القفزة هي التوأم الرقمي، استخدم القطاع العقاري نماذج ثلاثية الأبعاد الرقمية منذ 2000. نحن نعلم الآن أن تكلفة فشل أثناء عملية الإنشاء قد انخفضت بفضل التعاون بين عدة تخصصات. التطور نحو التوأم الرقمي الإضفاء الحيوية على الأشياء العقارية. يمكننا تثبيت أجهزة استشعار متعددة يمكن جمع البيانات منها، ويمكننا قياس أداء المبنى باستخدام خوارزميات التعلم الذاتي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لحل المشكلات وفي وقت أقصر وخفض التكاليف. يتحول المبنى إلى مبنى ذكي ذو قيمة مضافة كبيرة. التوائم الرقمية أيضا تمكين الخطوة التالية، وهي التطوير نحو المباني سريعة الاستجابة التي ستلبي احتياجات ورغبات المستخدمين في الوقت الفعلي. يتم استخدام الإحصائيات من تحليل البيانات في المباني سريعة الاستجابة تلقائيا لتحسين أداء المستخدم. على سبيل المثال، التحكم في التثبيت استنادا إلى مستخدمين محددين وتمكين الخدمات وإرشادهم بشكل استباقي للمستخدمين. تساعد التقنية الرقمية المزدوجة للشركات العقارية على فهم احتياجات العملاء بشكل أفضل، مما يسمح بإجراء تحسينات أكثر ملائمة على المنتجات والخدمات ونماذج القيمة للتحسن بشكل كبير من تجربة العملاء. وبمجرد احتضان التكنولوجيا بالكامل، يمكن أن يتغير تركيز الشركة وبنيتها بالكامل، ويقضيان على الأدوار القديمة وإنشاءً أدوار جديدة، واحتمل أن يولد تدفقات جديدة تماما للإيرادات. نحو الإنترنت للتوائم الرقمية. إذا قام مالك العقار بربط أشياء عقارية رقمية مستقلة، فسيتم إنشاء إنترنت للتوائم الرقمية، وسيتم تعزيز القدرة التعليمية على المباني والأحياء والمدن كنظم متكاملة من خلال هذا، لأنه يمكن مراقبة البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي، وهذا يوفر نظرة قيمة إلى المعيشة وصحة البيئات الحية والنظم الأيكولوجية. ويمكن بعد ذلك اختبار التعديلات مقدما حتى يمكن زيادة تأثير التحسينات. خذ مدينة سنغافورة على سبيل المثال. سنغافورة وفرت على الإنترنت التوائم الرقمية للمدينة، بحيث يمكن البحث والتحليل والتعديل في الوقت الفعلي من قبل العديد من أصحاب المصلحة الستوك هولدر من كل من الجهات العامة والخاصة من خلال التنبؤات الأكثر كفاءة ودقة للتجارب المستقبلية. ويمكن لسنغافورة أن تتوقع بشكل أفضل تخطيط الموارد الطبيعية أو تقديم الخدمات والمساهمة في نوعية حياة التجارب حياة أكثر استدامة. سنغافورة كمدينة افتراضية هتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح للمدينة إعادة ابتكار نفسها. مثال آخر هو رصيف تورنتو، بيجمع هذا المشروع بين الأفضل في التصميم الحضري وأحدث التقنيات لمعالجة بعض أكبر التحديات المدن، بما في ذلك استخدام الطاقة والقدرة على تحمل تكاليف السكن والنقل، مما يبدو أنه مفقود في الخطة هو استخدام التوائم الرقمية. فرصة ضائعة أو فرصة لمجتمعات الشركات الهولندية لاتخاذ قفزة. هناك 4 مكونات رئيسية للتوائم الرقمي: البيانات مثل أنظمة البناء والبيانات الخارجية وبيانات المخطط، الاستنتاج المنطقي مثل النماذج الـ AI والـ ML أو القواعد غير الخطية، مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الكفاءة والانبعاثات وصافي داخل التشغيل ومؤشرات السلامة، السياق مثل سلوك الساكن وسلوك النظام والجهاز وسير العمل. فقط عندما يتم تعيين هذه المكونات الرئيسية الأربعة بطريقة مجدية، يمكن يكون لدى المؤسسة توأم رقمي حقيقي. مزايا استخدام التوائم الرقمية في البناء. الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا يجعل العمليات دائما أكثر كفاءة. على سبيل المثال، التوائم الرقمية من خلال السماح لعمليات المحاكاة بإمكانية تحمل الضرر الناجم عن الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، يمكن أن تساعد المواطنين على العيش حياة أكثر أمانا. على سبيل المثال، في
في حالة البنى التحتية، حيث من المفترض أن يكون هناك الكثير من الحركة. من خلال استخدام برنامج محاكاة المشاة يمكن أن نتوقع متى وأين سيكون هناك المزيد من الازدحام من خلال إدخال التغيرات اللازمة في النموذج الرقمي للبنية التحتية. من الممكن تحقيق قدر أكبر من الأمان والكفاءة وخفض تكاليف التشغيل في بناء الأصول وصيانتها. ومزايا استخدام الطاقم الرقمية في البناء كثيرة بعضها مفصل أدناه. الرصد المستمر لتقدم البناء. تتحقق المراقبة الفعلية لموقع البناء من خلال الطاقم الرقمي. من أن العمل المنجز يتوافق مع المخطط والمواصفات من خلال الطاقم الرقمية، من الممكن تتبع التغيرات في نموذج ما، حيث يتم إنشاؤه يوميا وساعة. في حالة حدوث أي انحراف يمكن اتخاذ إجراء فوري. بالإضافة إلى ذلك يمكن بسهولة التحقق من حالة الخرسانة أو التشققات في الأعمدة أو أي إزاحة للمواد في موقع البناء في الطاقم الرقمي. تؤدي هذه الاكتشافات إلى عمليات تفتيش إضافية، ويتم اكتشاف المشكلات بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى حلول أكثر فاعلية. رقمنة المدينة. قال إنجبورج روكر المهندس المعماري الشهير الذي تم تدريبه على برنامج برينستون ونائب رئيس مشروع إكسبرينس سيتي ثلاثي الأبعاد: لقد أدركنا أن هناك فجوة بين الأدوات المتاحة بشكل كلاسيكي للتخطيط والتصميم الحضري وتلك الموجودة لدينا في المجالات الأخرى. ما بدأنا به هو الاستفادة الكاملة من محفظة داسولت سيستمز من أجل تحليل قدرات المدينة مقابل احتياجات المدينة من أجل توسيع نطاق تفكيرنا في التحول الرقمي. وقال جورج لو مدير إدارة برامج المؤسسة الوطنية للبحوث بسنغافورة: سنلتقط الحياة الافتراضية لسنغافورة. على سبيل المثال ستشمل البيانات الديموغرافية حول مكان معيشة المسنين ومواقع الشركات ومراكز التسوق والمطاعم وما هي جداول النقل. يمكن للناس الوصول إلى جميع هذه المعلومات وتفهمها. يمكن أن تخدم الوكالات الحكومية، ولكنها أيضا يمكن أن تكون منصة يمكن الأشخاص من خلالها الوصول إلى بيانات محددة، ويمكنهم استخدام التطبيقات التي تجعل حياتهم أكثر راحة. يمكن للشركات أيضا تقديم خدمات مستهدفة لعملائها. والمجموعة الأخرى من أصحاب المصلحة هي الباحثين الذين قد يكون لديهم أفكار أكثر من البيروقراطيين الحكوميين حول كيفية إنشاء تكنولوجيات وخدمات جديدة. الاستخدام الأمثل للموارد. تؤدي التوائم الرقمية لتخصيص أفضل الموارد ومساعدة الشركات والحكومات على تجنب إضاعة وقت الإنتاج في حركات غير مفيدة والتعامل مع المواد غير الضرورية. مع استخدام هذه التكنولوجيا يمكن تجنب التخصيص المفرط، كما أنه من الأسهل أيضا التنبؤ بمتطلبات الموارد على الموقع ديناميكيا. حتى يمكن تتبع استخدام المعدات، ويمكن إطلاق سراح غير مستخدمة في وظائف أخرى. هذا يوفر الوقت والمال. ويمكن للمالكين والمشغلين استخدام التوائم الرقمية لخفض التكاليف وتجنب التكاليف المستقبلية وزيادة معدلات الإشغال وتحسين القيمة الإجمالية للأصول. وينطبق الشركة نفسه في حالات الاستخدامات الأخرى. على سبيل المثال المستشفيات الذكية، من خلال إنشاء الطاقم الرقمي للمستشفى يمكن لمسؤول المستشفيات والأطباء والممرضين الحصول على رؤية قوية في الوقت الحقيقي لصحة المرضى ومدير وسير العمل باستخدام أجهزة استشعار لمراقبة المرضى وتنسيق المعدات والموظفين. وتوفر الدوام الرقمية طريقة أفضل لتحليل العمليات وتنبيه الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب عند الحاجة إلى إجراء فوري. مراقبة الأمن. السلامة هي مصدر قلق كبير في مواقع البناء. تساعد التوائم الرقمية من خلال السماح للشركات بتبع الأشخاص والأماكن الخطرة في موقع البناء في تجنب استخدام المواد والأنشطة غير الآمنة في المناطق الخطرة. بناء على المعلومات في الوقت الفعلي يمكن تطوير نظام إشعار مبكر يسمح لمدير الإنشاء بمعرفة وقت وجود عامل ميداني في منطقة غير آمنة. يمكن أيضا إرسال إشعار إلى الجهاز المحمول للعامل لمنع حدوث خطر. وتتيح التوائم الرقمية لمشغلي المباني الجمع بين الأنظمة غير المتصلة سابقا بدءا من الأمان وحتى أنظمة التكييف والتهوية وأنظمة ربط الطرق لاكتساب رؤية جديدة وتحسين تدفق العمل ومراقبة العمليات عن بعد. ما هو مستقبل التوأم الرقمي؟ توفر التوأم الرقمي إمكانيات جديدة وملموسة في البيئة المبنية، ويمكن استخدام التوائم الرقمية لتحسين الكفاءات وتحسين العمليات واكتشاف المشكلات قبل حدوثها والابتكار في المستقبل. ويمكن استخدامها لإنشاء قيمة طويلة الأجل عن طريق حل المشكلات الكبرى باستخدام نهج يركز على الأشخاص.
ويقوم التوأم الرقمي بمعالجة الكثير من البيانات وإنشاء الكثير من المعلومات المفيدة من خلال واجهات برمجة التطبيقات. يمكن أن تعرض هذه المعلومات لمشغل البناء، ولكن يمكن أيضا أن تعرض لأشخاص وخدمات حرجة أخرى مثل المستجيبين الأوائل. وهذه الطريقة يحمل التوأم الرقمي الوعد بربط المباني الذكية بالمباني الذكية الأخرى وكذلك بالمدن الذكية. أصبح التوأم الرقمي حقا شريان الحياة للمباني الذكية، إنهم يفتحون مستقبل إنترنت الأشياء ويمكنوا من مستقبل العمل الجديد. إذا كانت مؤسستك مهتمة بإنتاج نتائج أعمال فائقة وتجربة مستجرة ملهمة، فإن التوائم الرقمية تستحق الاستكشاف.